السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نلتقي مجددا في حوار رياضي مباشر آخر. حوار اليوم سيكون مع ضيف غير عادي، مع شخص استثنائي يكسب يوما عن يوم مزيدا من حب ساكنة ميسور بفضل عطائه وإخلاصه وطيبوبته وحسن أخلاقه. لقد أعطى الكثير لأبناء مدينة ميسور إناثا وذكور، مع مدرب التيكواندو المشهور والإنسان المحبوب الوقور السيد الأستاذ أحمد السهل، رئيس جمعية آفاق ميسور لرياضة التيكواندو، الذي كون أجيال وأجيال والحمد لله لا يزال والمتعلق دائما في رفقة أشبال سواء محليا جهويا أو وطنيا. نستضيف اليوم والمناسبة شرط كما يقال مناسبة فوزه الكاسح مؤخرا بمناسبة البومسي أساتذة التي نظمتها الجامعة عن بعد ما بين فاتح ماي و 16 ماي الجاري. مرحبا بأستاذنا وبطلنا السي أحمد السال. مرحبا السي أحمد. مرحبا سيدي محمد، بارك الله فيك وتشكرك جزيلا، شكرا على الاستضافة وتشكر الصحيفة بدورها والعاملين عليها، وشكرا سيدي محمد، وهذا واجب علينا لبلادنا و والاخواننا وولادنا اللي نقدموا ومازال نزيد نقدموا ان شاء الله الرحمن الرحيم في سبيل ازدهار البلد ديالنا ان شاء الله، والرفع من المستوى ديالو ورفع الاسم ديالو ان شاء الله وطنيا وحتى دوليا، والرفع من المستوى ديال وليداتنا ونوصلهم ان شاء الله المستوى جد عالي جدا ان شاء الله الرحمن الرحيم في محافل وطنيه ودوليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. سيدي احمد، قبل ما نبداو بغينا نبدا على شكون هو احمد السهل. كاين الناس اللي ما كتعرفوش، بغينا نعرفوا شكون هو احمد السهل. احمد السهل من مواليد 1967. بالنسبه للمسيره الدراسيه يعني لحد الباك، بالنسبة للمسيرة الرياضية حزام أسود درجة خامسة، ماستر في دولية في رياضة التايكواندو، عدة شواهد دولية ووطنية بالنسبة للتحكيم، وعدة بطولات شخصية ومع الوليدات الحمد لله، أبطال اللي لحقنا أبطال المنتخب مثل البطل عثمان بوعجاج والبطلة هيبة الغازي، والحمد لله هناك المزيد من الأبطال الحمد لله في كل وقت وحين. السي أحمد، تحدثنا عن بداية الرحلة ديالك مع لعبة التيكواندو. بالنسبة لهواية الرياضة كانت هواية يعني منذ الصبا، يعني كانت هواية رياضية برياضة عامة، مرينا بالرياضات الشعبية، رياضات اللي كانت هذا إلى حدود 1991 اللي كان بداية ديالنا بداية في الفقيه بن صالح على يد الأستاذ السعودي عبد النبي، مدرب المنتخب الوطني سابقا ومدرب كبير، إلى حدود 1997 اشتغلت مساعد مدرب في نفس الجمعية، جمعية الوفاق في بن صلاح، لمدة من 1997 إلى حدود 2003 التحقت بمدينة ميسور الحبيبة وأسسنا فيها جمعية آفاق ميسور للتايكواندو، وكان ما هو قائم الحمد لله. بداية كان بداية ديال النتائج من السنة الأولى من 2003 مباشرة، في السنة الأولى شهر 10 بدينا بنتائج الشبان، إلى واستمرنا في النتائج 2005 حتى لنا الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني في رياضة بومسي جماعة، واستمرت المسيرة في الأبطال، بطلات في دوريات في بطولة وطنية. ممكن السي أحمد تعطينا بعض الأسماء ديال المتوجين معك
الجمعية، ممكن تعطينا بعض الأسماء لو سمحت، لو سمح لنا. نعم، مرحبا. الأسماء الرئيسية، يعني الأسماء اللي واضحة أو أساسية، هي البطل عثمان بوعجاج، لأن تنبدأ بالقمة، اللي دخل اللي كان المنتخب الوطني، ثم البطلة هبة الغازي اللي كانت في الفتيان وتاهي التحقت بالمنتخب الوطني، البطلة سلمى الساهل، البطل مصطفى خربوش اللي كان هو كان في البومسي، الى درجه انه كانوا اتصلوا به بالنسبه يدير تيست في المنتخب الوطني في البومسي. الابطال عبد اللطيف اليماني اللي حققوا ذيك الرتبه الثالثه، عبد اللطيف اليماني، محمد سلهسام، ونور الدين الزوري، حسن العوني، رشيد افخصي. والقائمه طويله ديال الابطال في الفتيان، عبد اللطيف بوالعلام، معاذ العويد في الفتيان، يعني ابطال كثر جدا. يعني اذا لو صفنا لنسينا شي وحدين ولا شي حاجه، لان الوقت لا يسمح، خصنا لائحه هذه يكون موفى مقبل. لا تفضل، اذا تفضل كانوا السي احمد، ما عندنا حتى شي اشكال، تفضل قول الاسماء بالكاميرات باش كل واحد نعطيه حقه. تفضل السي احمد، ما كاين حتى شي مشكل. مرحبا يا سيد محمد، الله يكرمك، بارك الله فيك، شكرا. اذا كما قلنا، واللي نسيناه يتجاوز، لان كما قلنا هذا الشيء خصو يكون مبرمج من قبل، يكون عندنا لائحه. الابطال اللي كانوا هذو تندو ابطال اللي حقوا ابطال البطولات جهويه ووطنيه، وحتى بعض البطولات الدوليه في الدوريات الدوليه. هناك ابطال اللي ما بقوش في ميسور، وغاب وتتغيب الذاكرة على الذكر ديالهم. بالنسبة يعني لا أقول، يعني بالنسبة للأبطال اللي حقوا لنا النتائج كثارين بزاف، ما تحضرنيش الذاكرة دابا. ولكن هناك علي بوعجاج حاليا، بالنسبة حقق مؤخرا، يعني في شهر جوج، في شهر حقق رتبة أولى في دوري اللي نظمته الجامعة الدوري المرحوم أحمد أزداد في تازة. وعلي محمد علي مجلب، هادو أبطال اللي حققوا نتائج وطنية وحققوا نتائج دولية في دوريات دولية اللي تحققت هنا في أرض الوطن. وحتى تستحضرني أسماء أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم. هناك خديجة، العفو، بالنسبة للإناث، خديجة بو الحياة، زينب بو الحياة، اللي حققوا نتائجهم جد إيجابية بالنسبة للبطولات الوطنية والجهوية. وهناك مزيد، يعني ما السي أحمد، بغينا نعرفوا آخر واحد عندك من التلاميذ حقق على بطولة وطنية، آخر واحد من هاد التلاميذ ديالك، بغينا نعرفوا الاسم ديالو في حاليا 2018. نعم سامي، في 2020 اخر واحد اللي حقق بطولة وطنية، عثمان بوعجاج، في البطولة الأولمبية اللي تنظمت في الدار البيضاء، اللي حقق المرتبة الثالثة على الصعيد الوطني في البطولة الوطنية، في البطولة الأولمبية الوطنية الأولمبية. وبالنسبة لعلي بوعجاج، اللي حقق الذهبية في الدوري الوطني، العفو، اللي تنظم في تازة مؤخرا في شهر. السي احمد كتسمعني ياك؟ نعم. السي احمد، تعتبر جمعية آفاق ميسور للتيكواندو من بين الأندية التي طورت لعبة التيكواندو بمدينة ميسور، كيف تقيمون هذه التجربة؟ تطوير ديال رياضة التايكوندو ولا أي رياضة اللي تتختص، هو التواجد دائما في المستجدات، يعني في الحضور في جميع اللقاءات، سواء الوطنية ولا الدولية، سواء كانت في مجال التدريب ولا مجال التحكيم، للوقوف على آخر مستجدات اللي كنا في الرياضة، وحنا دائما حاضرين
في جميع اللقاءات، في جميع التدريب اللي تنظمها الجامعة الوطنية أو الجامعة الدولية للوقوف على آخر مستجد. لهذا تكون الجمعية دائما الحمد لله في الرياضة رغم الإكراهات. السي أحمد، ممكن تعطينا نبذة عن البطولات التي شاركت فيها سواء المحلية أو الوطنية، ومتى كانت أول بطولة لك؟ بطولات بالنسبة كممارس، نعم، كممارس قبل التدريب ديالك كممارس. نعم بطولة شاركت في عدة بطولات الوطنية والأول بطولة ديالك. أول بطولة كانت بطولات جهوية، تكون في كانت في بني ملال، يعني في اللي كان تنظمها الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو. بالنسبة للدوريات شاركت في عدة دوريات في عدة أماكن. هذه كانت أول بطولة ديالي. أنا بديت أول بطولات بديت في 92، بديت تنشارك في بطولات يعني بالحزام أزرق، بديت تنشارك في بطولات إلى حدود سنوات ديال 1997. 97 اتجهت للميدان ديال التدريب، ما بقيتش تنشارك في بطولات. فوقاش بديتي التدريب السي احمد؟ السنة فوقاش بديتي التدريب؟ التدريب بديته في 1997 في جمعية آفاق ميسون للتايكواندو. السي احمد، متى ترى على تجربة احمد الساهل كمدرب، وكيف كانت البداية الأولى على مستوى التحكيم الوطني؟ ما السؤال ما مهندس محمد؟ السي احمد، تعتبر كيف ما ومتى ترعرعت تجربة أحمد الساهل، وكيف كانت البداية الأولى على مستوى التحكيم الوطني؟ بالنسبة للتحكيم الوطني، كانت تحكيم البداية اللي درت تحكيم وطني، بدأت التحكيم قبل التدريب. بديت نشارك في التحكيم، في ستاج ديال التحكيم قبل ما ندير التدريب. فاش وليت ندير التدريب، راه حكمت كحكم وحكم جهوي ألف، جهوي بالترتيب، يعني حكمت عدة بطولات وأنا مازال في جمعية آفاق جمعية وفاق بن صلاح. السي احمد، تسمعني ولا ما مش الكريزون؟ نعم نعم بس ما تسمع. تسمعني مزيان. نعم، السي احمد، كيف تنظر الى مستقبل اللعبه بعصبه فاس مكناس اللي ستتولون امانتها؟ كيف كتشوف كيف كتشوف انتم هذا المستقبل ديال التيكواندو بجهه من العصبه ديال فاس مكناس؟ لا بالنسبة للتايكوندو خصنا نشوفوه بصورة عامة، يعني ما بالنسبة للجهات، فعلا الجهة ديال فاس جهة نشيطة جدا وجهة قوية جدا، يعني تشتغل بجد. لكن الجو العام، يعني بالنسبة للجو العام تيكون هذا، بالنسبة للجامعة كانت تنضم كراس على الصعيد الوطني شحال تقريبا، هذه 3 سنوات بقات الجهوي، وهنا كاين شويه ديال الضعف ديال المشاركات. يعني نتمنوا تكون المشاركه من جهه نشيطه جدا، جهه ان شاء الله مستقبل في التايكواندو، الناس الاطر كلها تقريبا اللي كاين في الجامعه من جهه فاس الناس، حتى الاطر مسكين الجامعه، لا في الجانب التقني ولا في الجانب ديال التحكيم ولا في الجانب ديال هذا. الحمد لله اطر كاين، ومن الجامعه بالنسبه للجامعه هناك احتكار ديال البطولات، وهنا تيكون صعيبة بزاف باش يكون الواحد يحضر جميع البطولات، لأن تيكون مرة في العيون في الصحراء، مرة في تطوان، مرة في هذا، تتكون قاصحة تتكون 4 أيام. تنتمناو ترجع الجهوية، إحصائية جهوية، ومن بعد تكون هذا تيكون أفضل. أستاذ، ما هي الصعوبات التي تواجهونها في هذا الوقت الحالي؟
شنو هي الصعوبات اللي كتواجهوها انتم كجمعية ديال أفاق ميسر للتيكواندو؟ شنو هي الصعوبات اللي كتواجهوها؟ فضل هذا أفضل هذا الوباء. قبل هذه الأزمة وفي هذه الأزمة. قبل بصفة عامة يعني قبل الأزمة، يعني البعد الجغرافي تنعاني منه بزاف بكل صراحة، لأن الإقصائيات أو البطولات وخاصة الإقصائية اللي تنقولوا بالنسبة لنا حنا، خصنا الإقصائية تكون في 400 كيلومتر، الفاس 200 والرجوع فيها 200، وتكون يعني بالنسبة لنا قاصحة بزاف، ماشي بحال بعض الإقصائيات. وخا تكون الإقصائيات تكون عامة، تكون المدن متقاربة يعني جميع البلايص متقاربين، ولو أن الإقصائيات في الصحراء يكونوا الصحراء مع بعضهم قرابين، ماشي بحالنا حنا. يعني كاين واحد البعد الجغرافي اللي مؤثر جدا، هو اللي تسبب عرقلة كثيرة بعض المرات تنتلكو، خاصة الجانب ديال الوقت والجانب المادي بالأساس، لأن تلقى الوليدة تقرا وهذا وتجي ديك الأيام اللي كاين، والجانب المادي لأن خصك تمشي الترونسبورت والمشاركة والتغذية وهذا، تكون شوية تكلفة طالعة، وهذا هو الجانب اللي تنعاني منه بزاف، يعني الجانب البعد الجغرافي والإكراه المادية. أما بالنسبة للوقت الحالي، يعني هنا حالة استثنائية، وضع مأزوم على الجميع، لما نتمنى الله يرفع علينا الوباء وعلى الإنسانية جمعاء إن شاء الله الرحمن الرحيم على مقاتل. هنا معاناة خاصة ديال الرياضة بصفة عامة، جميع الجمعيات الرياضية يعانون، لأن دابا الدخل الأساسي ديالهم هو الانخراط ديال الممارسين حاليا، يعني لا يوجد من شهر 3 إلى يومنا هذا وضافة أيام، يعني تقريبا دابا كل 4 شهور، يعني بالنسبة للكراء، بالنسبة للعاملين المدربين، العاملين اللي في الجمعيات، يعني هذه عانت جد صعبة، ولحد الساعة ما لا توجد حلول بالنسبة للجمعيات هذو. ونتمنى الله خير إن شاء الله، الله يرفع الوباء عما قريب، كل راحة ليكم علينا وعلى جميع الإنسانية جمعاء في العالم إن شاء الله الرحمن الرحيم. سي احمد تسمعني مزيان بعدا ياك، الصوت كاين مزيان. الاخوان اللي كاين شي سؤال نعم اللي سمع. بغى يطرحوا شي سؤال قبل نهايه الحلقه، احنا موجودين، الاستاذ يجاوبكم على جميع الاسئله. كل واحد اللي في اخر الحلقه قبل ما نديروا الحلقه، راه كاين اسئله اللي بغى يطرح شي سؤال، مرحبا على الاستاذ هو معنا. السي احمد، ما هي انتظاراتكم اجزاء المنتخبين والمسؤولين فيما يتعلق بدعم هذا اللون من الرياضات؟ في الوضع الحالي الوضع الحال، الوضع المهم، واش كاين شي دعم من جهات مسؤوله؟ كاين شي دعم ولا والو فضل الرياضه ديالكم؟ لحد الساعة لا يوجد أي شيء، والله لحد الساعة ما متوصلين حتى بشي حاجة. وبالنسبة للمنتخبين ديال المحليين، نعم فعليا المنتخبين المحليين يعني بالنسبة لهم هما دعم ديال صندوق ديال كورونا، ما كانش دخل في هذا الشيء ديال الجمعيات، حتى بالنسبة للمنح ولا هذا راه توقف، ماشي عاهنا، يعني كنا سمعنا بوان، وبالنسبة للمكناس كان الإجابة ديالو على الجمعيات بأن لا توجد الآن في حاجة، ما توجدش شي حاجة اللي غادي تعطى للجمعيات حاليا، والملفات اللي مدفوعة راه حتى توجد الفلوس من بعد فوز الأزمة، وكل لا يأخذ ديالو، أما حاليا غير موجود، غير ما لا توجد وقبل كاين ولا ما أي كاين؟ شيء. بالنسبة للمنح قليلة جدا، ولا بالنسبة للمنح قليلة جدا، يعني عقيمة، يعني لا تغطي مصاريف ولا ديال إقصائية ديال بطولة واحدة في السنة أو أقل. بالنسبة للمجلس البلدي موفر وسيلة النقل تحت الإشارة، ولكن بالنسبة لنا وسيلة النقل ما تناسبناش،
حنا تنمشي بعض المرات بواحد، بعض المرات بجوج ثلاثة، وصلت النقطة تهز 24 ولا 20، يعني التكلفة ديالها غادي تكون أكثر منها. إذا خصنا حنا تنمشيو غالبا نمشي بزاف، تنمشيو بخمسة ولا ستة كما مشينا لمراكش في البطولة ديال فيتيان في آخر شهر 11، يعني مشينا بخمسة في الطوموبيل، يعني لا بالنسبة لنا النقل وذاك النقل الرياضي، ذاك النقل الرياضي واش كان مادي كتستفد، النقل الرياضي سيدي احمد كتستافدوا منه ولا اللي ما كتستافدوش منه؟ تسمعني سمعان. وي كنسمعك، كنسمعك استاذ احمد. محمد وي استاذ احمد كنسمعك تفضل. نعتذر الاخوان مره اخرى اتصال الانترنت عن السلام عليكم. استاذ احمد تفضل كنسمعك سي احمد. سي احمد كنعتذر مره اخرى، الاستاذ احمد عنده صبي في الانترنت، هناك مشكل، كنعتذر مره اخرى على ما رجع سي احمد. الاخوه لكن شي أسئلة، مرحبا وألف مرحبا، نقراو بعض التعليق بعد ما رجع لنا السي أحمد. محمد المريقي، الله يرحم من فراق محمد الحي، تبارك الله على السي أحمد وهنيئا بهذا التجربة الأسطورية. تحياتي للسي أحمد سعيد عزاوي، رجال رجل الرياضة والتواضع، وهذا موجود. تحياتي للسي أحمد، المهم الأسئلة ديالكم غادي نطرحوهم في آخر الحلقة. تحياتي للسي مصطفى الصغيري، السي أحمد هو رجع. سي احمد كتسمعني؟ كمل السؤال ديالنا سي احمد، مرحبا كمل الجواب ديالك. إذا كما قلنا بالنسبة للمجلس البلدي موفر وسيلة نقل للإشارة، ولكن قلنا ما تتناسبناش وسيلة ديال النقل لأن فيها العدد كثري، خصنا احنا الدعم يكون مادي، وإن شاء الله كان تطلب المجلس طلب كان الشراكات، ونتمنى الله تكون بقى هذه قائمة إن شاء الله الرحمن الرحيم من بعد هذه الأزمة، نشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم في إطار الشراكة باش نزيدوا قدام لوليداتنا، لأن هذا هو الإكراه الوحيد اللي تيجعلنا تنتراجعوا بزاف على وتنتأخروا شي شوية على تحقيق البطولات كثرة. السي احمد معايا الزميل ديالي والصديق السي محمد المزياني، حتى هو راه معانا في هذا المباشر، بغى يطرح يطلع هو يطلع معانا يطرح عليك شي اسئله. السي مزياني مرحبا بك، صحاب طول. اهلا زميلي محمد بالحاج، مرحبا سي احمد السهل، رمضان مبارك وهنيئا مره اخرى. نخليك انت والاستاذ، مرحبا تفضل. سي احمد مرحبا بك، الله يبارك فيك سي محمد، الله يكبر بك. اولا هنيئا لك بعد التتويج الجديد لك، هنيئا لك، الله يبارك فيك، احنا لك الله يجازيك بزاف علينا كاملين. هاتفكم وهذا ماشي غريب عليك، الحمد لله الجمعيه ديالك وانت شخصيا، يعني بالمثابره ديالك وبالعمل الدؤوب ديالك مع الابطال تاعك منذ زمان، يعني معتاد على مثل هاد الانجازات. غادي نكمل معك السي احمد، انا غير فين على واحد النقطه اللي طرقتي لها في خصوص هاد الاسئله ديال زميلي محمد. بالنسبه للابطال، واحد البطل اللي كيبقى رئيسي يعني في المسار ديالك التدريبي هنا في ميسو لحد الان، اللي هو بطبيعه الحال عثمان بوعجاج اللي سبقنا استضفناك انت وياه في صحيفه ميسو الرياضيه، وكان لي استجواب معك هذه سنتين او ثلاثه. نبغيو تذكرنا يعني ببعض التفاصيل يعني على هذا البطل، هذا المميزات ديالو التقنيه ولا الشخصيه كاخلاق، يعني اللي المقومات اللي خلاته يطبع على مسار جيد في هذه الرياضه ديال التايكوندو. شكرا. شكرا سيدي محمد، الله يكبر بك، وشكرا جزيلا العفو على التقديم وعلى الدعم ديالكم الدائم. هذا هو شكرا. بالنسبه للابطال كلهم وتندوي على الرياضه ديال التايكوندو اللي تنمارسوها حنا، يعني تنركزوا اول حاجه على التربيه هي الاولى،
التربية والأخلاق. يعني لا ما جيتي دابا بطل كيف ما كان نوعه، ولو يكون كبار دابا وتزوج بوليداتو تلقاك تيحضر راسه احتراما ماشي خوفا ولا هذا. يعني الاحترام اللي كاين الحمد لله، يعني أول حاجة هي التركيز على الأخلاق والتربية من هذا الجانب. ننتقلوا للمميزات، لأن عثمان بوعجاج كان أبطال سبقوه، ماشي سبقوه لأنه هو كان صغيوار وكانوا أبطال كبارين في ذيك العهد، بحال مصطفى خربوش تبارك الله ومجموعاته هم اللي مشهود لهم بالأخلاق ديالهم. المميزات نجيو، لأن دابا عثمان بوعجاج اللي طفوا لأنه وصل للقمة، وصل للمنتخب الوطني وضاف دابا الحمد لله يعني من الأطور الوطنية، لأنه يعني درس دابا نفس التكوين الرياضي ودابا باحث بالنسبة للماستر وهذا في الجانب الرياضي. الحمد لله أصبح من الأطور الوطنية اللي ضافت عنده في بالنسبة للسجل دياله الحافل بالألقاب، ودابا من الأطور الوطنية اللي تحسب حساب الحمد لله. ونتمنى والله التوفيق إن شاء الله في المسيرة دياله، لا الدراسية ولا الرياضية، إن شاء الله الرحمن الرحيم. إذا بالنسبة للمميز دياله، يعني مميزات اللي كاين كما الأخلاق قلنا راه تعتمد التربية على الجميع، ولكن اللي كان متميز رغم أنه هو كان عنده بعد شي شوية في البعد ما بين الجمعية والسكن دياله، كان الحضور الدائم. يعني الحضور الدائم مع عمر عثمان ولا اللي وصلوا لشي نتائج اللي استمروا فيها كان الغياب، لا في الشتاء ولا في البرد ولا في الصيف ولا في أي لحظة، مع عمر الغياب كان. إذا الحضور الدائم هو اللي تعطي النتائج. ثاني حاجة يعني عنده مميزات تقنية بالنسبة لنا، يعني تقنية عالية الحمد لله، بالإضافة كما قلنا الأخلاق اللي كاين اللي ساعدت باش خضع البطولة الوطنية ودخل بسبب باش دخل المنتخب الوطني ودخل للمعهد الوطني لتكوين الأطر، معهد مولاي رشيد، خدا الإجازة ديالو ودابا راه في الماستر في التكوين ديال الرياضة والرياضة والتغذية. نتمنى له ان شاء الله التوفيق، وهذا من فضل ربي والجهود ديالك انت كمدرب. نتمنى له التوفيق السي عثمان، آمين. وشكرا له ثاني على ليه من هذا المنبر هذا، ويكون نتمنى ان شاء الله يكون مثال، خير مثال وخير قدوة للشباب اللي جايين ان شاء الله. يعني العناوين ديال النجاح هي كما قلت الاخلاق والمواظبة والكفاءة كذلك التقنية والإصرار والصبر، الثقة في النفس هي اللي كتخلي البطل يمشي بعيد ويكون راسه صغير كيسمع للتعليمات وحافظ على صحته. إذا السؤال الثاني سي أحمد، بغينا نعرفه يعني كمدرب كتقني، تعرفنا على الفرق اللي كاين ما بين رياضة التايكوندو واللي كيميزها كثير على أنواع الرياضات الأخرى في فن القتال. إذا الرياضات بصفة عامة رياضات مهمة، لا ما غادي نكون شي عن، ولكن بالنسبة لي كتميز، لأن أنا عندي رياضة ديال التايكواندو، الرياضة تميزها الأخلاق بالدرجة الأولى. أنا ما داير شي رياضات وحدين أخرين، تنهضر على رياضة التايكواندو، رياضة أولمبية، رياضة تتميز على الرشاقة والليونة والقوة في حد ذاتها، الفرجة ويعني جميع الحوايج اللي يمكن لك تشوفهم في أي نوع، في الشخص تشوفهم في الشخص ديال رياضة التايكواندو الحمد لله. وهذه هي المميزات اللي تنشوف أنا في رياضة ديال التايكواندو في نظري. والرياضات كلها الحمد لله مزيان، نتمنى والله الإنسان يجمع الآباء وهذا يكونوا متجهين للرياضة، لأن هي كما نقول لك هي الوسيلة الوحيدة اللي يمكن يبعدوا وليداتهم على التشرد وعلى
وعلى الآفات اللي كاينه في المجتمع بالنسبه اللي نعم موجوده كاين في المجتمع المجتمع ديالنا اللي تكون فيها الانحرافات، ويكون نعم الرياضه تحافظ على الوليدات، تحافظ على البنيات، تحافظ على جميع المكونات ديال المجتمع، يكونوا في واحد الكتله اللي تربوا فيها كما قلنا احنا، ملي تيكون واحد مربي راه تبقى مربي الحمد لله. نعم نعم سي احمد، عند طرح هذا السؤال يعني ما كانش القصد هو يعني تبخيس الرياضات الاخرى، ولكن فقط يعني المميزات يعني الخاصه بهذه الرياضه، هذا هو اللي قصدت. وجميع هذه الرياضات الحمد لله هي كما قلت ملجأ للمجموعه من الشباب باش يبعدوا على مظاهر الانحراف اي الافات السلبيه اللي يمكن تزيغ بهم على الطريق الصحيح. وانت سي احمد ومجموعه من الاطر امثالك في مجموعه من الرياضات كيقدموا خدمه كبيره ويعني يعني وايجابيه للمجموعه من الشباب. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. السؤال اخر سي احمد بخصوص الإكراهات، وخاصة عندما نتكلم عن الإكراهات دائما يحضر الجانب المادي، الإكراه المادي. شنو كتطالب يعني باش كتطالب الجهات المسؤولة يعني في المدينة وعلى الصعيد الإقليمي والجهوي؟ يعني لا شك أنكم في حاجة للدعم، يعني جمعية مثل جمعيتكم يعني كتقوم عندها مردودية يعني رياضية جد محترمة، ولازم باش تكون استمرارية بالنوع أو في الشكل أو في الطموحات اللي كيبغيها الجميع، لازم خاصكم دعم معنوي ومادي كذلك. وسي محمد يعني تنشوفوا احنا حتى انديه كبار، لا في كره القدم ولا في اي مجال اللي كاين، كل شيء تهدر على الجانب المادي والاكراهات الماديه. بالنسبه طبعا لنا بالخصوص لنا احنا جمعيه صغيره جدا، جمعيه يعني داخل كما قلنا من المنخرطين اللي كاين في متواجدين، يعني فاش تجي تشارك في بطوله البطل هو اللي تيصرف على راسه، تيخصو الترونسبور، المبيت، الاكل، يخلص المشاركه، يعني تكون اكراهات ماديه كثيره بزاف اللي تجعل بزاف ديال الابطال والبطلات ما تيمشيوش، رغم انهم تكوين مستوى عالي واجدين بالنسبه البطولات يجيبوا نتائج، ولكن الإكراه المادي تيجعلهم ما تمشيوش، يعني تضطر دي واحد اللي واجد ماديا وهذا، وبعض المرات تيبغي يمشي شي واحد ويقدر ممكن يمشي يجرب به، وتبقاو أبطال وبطلات اللي ممكن يجيبوا نتائج، الجانب المادي هو السبب اللي ما شاركوش. نعم، لأن العائق دائما هو الجانب المادي. أتمنى الجهات المسؤولة تلتفت مثل هذه الجمعيات اللي كتخدم آمين. لصالح العام ديال الشباب في ممارسة الحق دياله في الرياضة وفي الرياضة اللي كيفضلها. سي أحمد بغيت ندوز لك سؤال آخر، يعني بخصوص هذه الظروف الاستثنائية اللي كنعيشوها ديال جائحة كورونا. واش كان عندكم يعني شي تدريب عن بعد مع بعض الوليدات ولا لا، ولا كنتظروا فترة ان شاء الله بعد انفراج الأزمة وتباشروا العمل ديالكم بشكل عادي؟ إذا ما ننساش، لأن الحمد لله كما قلنا راه تدينا وقت. بالنسبة لجمعية آفاق ميسور يعني فيها لجنة تقنية اللي الحمد لله اللي تكونت من الوليدات اللي تكونوا في الجمعية، وأبطال اللي تكونوا في الجمعية، من ضمنهم مصطفى خربوش يعني من الأطور الوطنية كما قلنا، وبطل المغرب السابق والحاصل على الحزام الأسود الدرجة الرابعة، وتيدير معنا مدرب في الجمعية، يعني كما قلنا احنا يعني سهيل حمد راه ماشي عب وحده، راه معاه جنود الخفاء
اللي كاينين تيخدموا يعني ما نقولوش عن بعد بل عن قرب، اللي متواجدين دائما بالدعم ديالهم تاهما والحضور ديالهم، لان اليد واحده لا تصفق. وكاين اساتذه اخرين تنشكرهم دائما ايمن احرموش، اللي مساعدين في الجمعيه، لان يعني الجمعيه فاش تيخرج مدرب ولا تيخرج رئيس اللجنه ولا شي حاجه اللي خاص اللي يبقى اللي كاين كما قلنا هذه الظرفيه الاستثنائيه، واللي هضرتي على الوليدات كيفاش. انا استحضرتني بان اللجنه تجمعات، يعني بالنسبه اللجنه التقنيه اللي تتشكل منا احنا مصطفى خربوش، عثمان بوعجاج، وبعض الـ في الـ الـ الاطور وبعض الاساتذه اللي كاينين معنا في المكتب، اضطرينا ننشئوا مجموعه ديال الجمعيه في بدايه ديال الازمه، ودخلنا جميع الوليدات في مجموعه ديال مجموعه جمعيه افاق ميسور للتايكواندو. بدينا في البداية كتفاعل، أعطيناهم الكيفية واحد النهار ديال كيفاش التدريب، ونستمروا هكاك بحال هكا. ما بكل صراحة ما لقيناش شي تفاعل من الوليدات، واش كانت الدراسة اللي كانت غالبة عليهم أو لا، الله أعلم. كانت بعض اللقطات مرة واحد تيرسل لقطة، مرة هذا تقول له تبارك الله عليك وصافي، أما داكشي اللي كنا باغينو ما بكل صراحة ما نجحتش. والمجموعة بقى مفتوحة، نتمنى احنا الوليدات مستمرين، احنا موجودين، ما عندنا حتى شي شغل، في أي وقت اللي يناسبهم ولا شي حاجة نديروا حصص تدريبية، نحاولوا نديروا احنا هاد اللجنة دير تقييم ديال هذا، اصلاح ديال بعض الحركات، وان شاء الله من بعد هذه نتمنى الله يرفع علينا عما قريب وعن الجميع الإنسانية إن شاء الله، نعم ونرجعوا إن شاء الله الرحمن الرحيم للوليدات يكونوا في نفس في الجمعية إن شاء الله الرحمن الرحيم، وإحنا موجودين والمجموعة موجودة. إن شاء الله نتمنى الله سبحانه وتعالى عما قريب يرفع لنا هذا البلاء ويرجع الوليدات في الظروف العادية والتدريب ديالهم الحضورية. نتمنى لكم التوفيق سي أحمد. بالنسبة نرجع معك للمنافسة ديالك الأخيرة اللي كانت المنافسة ديال يعني ديال بومسي فئة أساتذة، كانوا معك مجموعة من الأساتذة، يعني منافسة شريفة. واش يمكن لنا نعرفوا بعض الأسماء اللي عندك صلة بهم أو كتعرفهم عن قرب؟ عرفنا بهم. بالنسبة للأساتذة اللي كانوا معانا، ماشي عندي بهم صلة ولا عن قرب، بل أساتذة ديالنا، لأن يعني فاش دربنا احنا كانوا هما أساتذة، وحنا كنا مازالين تندربوا أساتذة عمالقة الحمد لله، ويشرفني وهذا التتويج حد ذاته باش نكون مع هاد العمالقة ديال رياضة التايكوندو، ماشي وطنيا بل قاريا ودوليا. وتحية تقدير واحترام وحب للأساتذة كلهم، منهم إدريس العرقوبي، حميد، سي حميد بندومة، سي عبد الحق الكرماوي، سي إدريس عنعنان، مولود زردك. بالنسبة ل واحد ديال طنجة، راه المهم عارفين، ولكن نعم السمية ديالو بوزرتي. إذا هادو الثمانية اللي كانوا، يعني الثمانية ديال ومصطفى وهنيني، هادو الثمانية اللي كانوا تأهلوا للنهاية، وأساتذة يعني كما قلت لك، بمجرد التواجد ديالي معاهم هذا فخر واعتزاز وتتويج بالنسبة لي معاهم. الحمد لله أساتذة كبار، أساتذة مستوى عالي جدا، الحمد لله. الله بارك الله فيك، الله يجازيك. ومن هذا المنبر تنقدم كلمة الشكر اللي تعجز اللسان ديالي عليها، على جميع
الإخوان، لأن هذا تتويج، يعني تتويج بمحبة ديالكم وديال الإخوان والأصدقاء، ويعني على الصعيد الوطني بالنسبة لمدينة ميسور الكرام، إقليم بولمان، جهة فاس مكناس، جميع أنحاء المملكة الحبيبة، وفي جميع أنحاء العالم، يعني في أمريكا، في أوروبا، في بعض الدول العربية، في كندا، يعني كان صويت بجميع هذه البلدان، يعني في ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، هذا اللي وقفوا معنا. بالنسبة للصعيد الوطني هناك، يعني بالنسبة الإخوان اللي بكل صراحة احنا ناعسين، هما خدامين معانا بالنسبة للصويت والدعم، وهذا تنشكرهم من هالمنبر. وكما قلنا، لا يعجز الإنسان على الشكر ديالهم للجميع، والأبناء ديالي في الجمعية، وخص بالذكر عثمان بو عجاج ومصطفى خربوش. بالنسبة للسي محمد بن الحاج والصاحب ديال ميسو الرياضية، وصاحب منتدى آل سريف التنمية والثقافة، ونتمنى والله يكون كما قلنا سنة على دوهر التتويج ديالكم وبكم. الحمد لله، لولاكم ولولا هاد الأحباء والأصدقاء ما كان يكون التتويج أمام كما قلنا العمالقة اللي من الدار البيضاء ومن طنجة ومن المدن العظمى، يعني اللي كاين، باش يكون هاد العدد ديال الصويت من الآلاف ديال القلوب المحبة. يعني نتمنى والله يكون يجمعنا بها غدا يوم لقاء إن شاء الله، يجمعنا في رحمته، والله يجعلنا من محبينا فيه إن شاء الله الرحمن الرحيم. وتشكرهم بكل صراحة، وتحية نديروها تحية رياضية للجميع، الحمد لله سي احمد. وبكل صراحة هذا التتويج نعتذر ديال على سير سي قلت لك سي هذا. احمد، تفضل هذا تفضل. التتويج ديالك يعني، وهذه المسانده اللي كانت عارمه يعني ومكتفه مجموعه من محبين اللي ساندوك، يعني هي ماشي مجامله، ولكن يعني هي مكافاه على الجهود ديالك وعلى الحضور ديالك مع الوليدات، دائما حضور ايجابي، وعلى المسار ديالك الشخصي كتدريب ديالك الشخصي، ولو السي في ديالك الشخصي. هاني انك مره اخرى، ونتمنى هذا يكون حافز اكثر، ويكون لك تكليف اكثر ما هو شريف، ونزيد ان شاء الله تزيد في تحقق في انجازات مستقبلا ان شاء الله. وكاخر سؤال غنسولك على ما بعد كورونا سي احمد، واش هناك استحقاقات، شنو استحقاقات القراب، شنو كيفاش كتصور المرحلة ما بعد كورونا بالنسبة للجمعية ديالك والممارسة ديالك مع الوليدات؟ إذا الاستحقاقات كانت يعني برامج وطنية، برامج دولية اللي كانت مسطرة في قبل هذه الأزمة. وتنتمناو إن شاء الله الرحمن الرحيم كما قلنا تمر هذه الأزمة عما قريب علينا وعلى جميع الإنسانية كما قلنا. إن شاء الله من بعد مرور هذه الأزمة، نتمنى الله تكون قريبة جدا، غادي تكون استمرارية، لأن يعني دابا كاين بعض البرامج اللي كانت مبرمجة بحال التحكيم راه دارت البارح واليوم ديال عن بعد، التحكيم عن بعد، يعني الستاج اللي كان ديال التحكيم اللي كان تأجل، نعم وبرامج الأخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم نتمنى من بعد كورونا غادي تدوم. هذه كنت بعض منا غادي يكون يتأخر. تسمعي كنسمعوا غير سمحوا لنا القطع ديال البث هو اللي كيدير لنا المشكل ديال الكونيكسيون، كنعتذر مرة أخرى. ثم لا السهم مرحبا. إذا البعض منا غادي يكون إن شاء الله قدر يتأجل، لأن غادي يكون الوقت ديالو ما تيسمحش في هذا الموسم. ونتمنى والله كما قلنا يعني لجات قريبة راه غادي تكون، ما كاينش إن شاء الله غادي تتحول لمواسم أخرى، لأن كاين
كانت اخر قبل بيومين ولا قبل ما يوقع الحجر الصحي، جات مراسلة ديال الاحزمه السوداء، وهي اضطرينا دابا بالنسبه للحزام الاسود ما يمكنش يدوزو حتى يحيد هذا الحجر مال يعني الوقت اللي عادي يكون هذا على سبيل المثال. وكان نعم برامج اخرى ان شاء الله نتمنى الله. دابا بالنسبه حتى الاولمبيات راه تاجلت حتى اللي كانت عاد تكون في شهر هذا تاجلت حتى 2021، يعني الدوليه راه تاجلت. نتمنى الله ان شاء الله الرحمن الرحيم نعرف ديال هذا الوباء عنا عما قريب، إن شاء الله واللي بقى في ديك البرامج ان شاء الله عادي يكمل. وحنا حنا متواجدين الحمد لله في اي حاجه، كما قلنا لك حنا دائما مع المستجد ودائما حاضرين. اللي تبقى اللي تاخر علينا ماشي ما توصلوش النتائج، بل الابطال تتعذروا علينا المره كما قلنا من الجانب المادي، والجانب الاخر الاسوء ما ماشي غادي نقولوا، يعني احنا دائما اسوء بالنسبه للجانب الرياضي وبالنسبه للجانب الدراسي والمعرفي تيكون الاحسن الحمد لله، لان الوليدات تمشيو يكملوا دراسه ديالهم في الخارج. احنا الوليدات ملي تيوصلوا لنا تيبقاو في الشبان، احنا ما تنوصلوش للكبار، تيكونوا في المرحله ديال الشبان 17 سنه، تيكون الباك الله ييسر لجميع الوليدات، وهذا هو المتمنيات ديالهم من هذا المنبر تنقول لهم الدراسه نعم عم ثم سحمد الرياضه. نعم سي احمد نعم نعم سي احمد باش نخلي المجال للزميل ديالي. انا كنتمنى ان شاء الله الله ييسر ويوفقكم دائما، نتمنى والله يرفع عنا هذا البلاء قريبا ان شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق في المسار ديالكم، ومره اخرى هنيئا لك ولجمعيتك، و الله يطول عمرك والله يوفقك مع الوليدات، ورمضان مبارك في اليوم اللي بقى، وعيد مبارك سعيد مسبقا، والسلام عليكم. خويا محمد على خير، السلام عليكم. الله يبارك لك، كبر بك هذا السيد محمد، الله يبارك لك، شكرا، الله يكبر بك، الله يجازيك. نقراو بعض التعاليق قبل ما ننهيو الحوار ديالنا، واخا الحوار ديالك شيق الصراحه. نقراو بعض التعاليق السي احمد، تسمعني؟ مرحبا تسمع. المهم محمد المريقي كيبلغ لك السلام، سعيد العزاوي، سي احمد فتحي كيبلغ لك الاخوان السلام، وكيقول لكم مبروك الفوز بالتويج ديالك بالبطولة. سي مصطفى الصغيري، مصطفى سمينة، سي محمد الطاهري، تيجاني مصطفى كيبلغ لك التحية، سي عثمان بوعجاجي البطل ديالنا. كاين واحد السؤال ديال واحد الاخ كونطوار تازي، تحياتي لك السي محمد والسي احمد. بغيت نقول السي احمد، واش هاد الرياضه ديال التايكواندو بالنسبه للناس ديال ميسور واش عليها اقبال بالنسبه للكبار، وشنو الاكراهات اللي كتواجه الرياضه التايكواندو في مدينه ميسور؟ السؤال راه جاوب عليه السي احمد، جاوبنا عليه. المهم غير واش بالنسبه كاين، واش كاين نسبه كبيره على يجيو الناس كثار؟ بالنسبه للرياضه موسميه، يعني في الفتره ديال الصيف راه عامه على كل شيء، يعني ملي تنقول شهر 6 يعني تتبدا العطله في المدرسه، تتبدا العطله في الجمعيات، وملي تنقول الجمعيه راه الصعيد الوطني تقريبا، وحنا نهضروا على ريوسنا حنا هنايا كيما هضر هو على مثل الفتره اللي تكون فيها دايما ما بين شهر 10 وشهر 4 تكون فيها التزايد. وقال لك الوليدات الكبار، ربما اللي سمعت السؤال يعني واش كاين الكبار بالنسبه للكبار، اللي كيما حنا بالنسبه لنا الكبار عائله كبارين الموظفين، وهذا اولا من قام 17 سنه وقليل اللي تيكون باك، يعني اللي تيوصل 17 عام تاخذ الباك تيمشي للجامعه شي مؤسسه اخرى تعليميه، يعني الكبار تيكون عندنا، ولكن تبقى عندهم علاقه بالجمعيه، في اي عطله تيرجعوا لجمعيته مفتوحه، الباب ديال الجمعيه مفتوح لجميع الطلبه في اي وقت واحد، اي عطله اللي سواء العطله الصيفيه ولا العطله الاخرى البيئيه. نفس السؤال عند السيد كونتوار تازي، قال لك واش كاين شي تواصل في ظل الازمه
واش كاين شي تواصل مع الأبطال ديالك؟ واش كتواصلوا عن بعد ولا ما كاينش شي تواصل؟ باش يبقوا في اللياقة البدنية ديالهم. سيد محمد، كما جاوبت قبيلة ربما لا سمعتينا، كنا قلنا راه نشأنا اللجنة التقنية مع سي مصطفى مصطفى غربوش، خربوش عثمان خربوش بوعجاج. نعم، نشأنا مجموعة جمعية أفراح ميسور، اللي كان عندنا الأرقام ديال الهواتف ديالهم عندنا كلهم، دخلنا درنا مجموعة بداية زعما لهم نموذج الحصة تقريبا فيها واحد ثلث ساعة ولا ما كملاش، ولا هذا نموذج ونحاولوا نمشيو فيها دائما إن شاء الله الرحمن الرحيم، وحتى الوالدات لا بغاو يديروا شي حاجة ولا هذا، وحنا نقيموا مع بعض نصلحوا ولا شي حاجة. بدات شي شوية ما كانش يتجاوز بزاف، شي شوية واش كان الإكراه ديال الدراسة كما قلنا، كان عندهم المدرسة هي الأولى وكان عندهم داك الشيء بحال هكاك، بدينا شوية مرة تيكون، ومازال دابا لا قطع، ولكن داك الشيء بكل صراحة ما قليل، ما وصلش لداك الشيء اللي بغيناه. حنا بغينا يكون الدروس كما الدروس عن بعد بالنسبة للمدرسة، يكون عندهم وقت معين. وما كرهتش انا دابا، هو نداء للوليدات دابا، احنا متواجدين موجودين دكتور موجوده، نديروا حصص نقدموها دوما مباشره كانت معاهم ان شاء الله الرحمن الرحيم، او يديروا هما اي حاجه اللي يديرها يتسلى، احنا نقيموا ونصلحوا الوليدات، ونتمنى باش نرجعوا كلهم بكامل اللياقه ديالنا ان شاء الله، ويكونوا استفدنا. خير الاستاذ، استاذ عثمان بوعجاجي بدوري، كتسمعنا استاذ ياك؟ نعم عثمان بوعجاجي بدوري كنبغي نشكر الاستاذ ديالي الاستاذ احمد الساهل اللي كان له الافضل موزوغ عثمان بوعجاج، وما ننساش البطل مصطفى خربوش اللي واخا نقول لي قلت ما غاديش نوصف لكم كميه التضحيات اللي دار معايا، ولا من كاع ابطال الجمعيه بزاف ديال الحب لهاد الناس. هذا البطل ديالنا عثمان بوعجاج. سي دريش أقنوش، تحياتي للأستاذ الفاضل وأفتخر كوني كنت من بين الأوائل الذين تدربت على يديه عند قدومه إلى مدينة ميسر، وعلى ما أعتقد في سنة 2004. كتسمعني يا أستاذ ياك؟ نعم تسمع معك. السي عبد القادر، دوري مرحبا بالأبطال جميعا. السي عبد القادر ابو العلام كيوجه لك التحيه. السي مصطفى الفريسي كيهنئ لك. سيدي مصطفى الفريسي، فيليسيتاسيون بوغ السي احمد اسوسياسيون افاق ميسور، برافو بوغ الحاج محمد. يصير كان الواجب السي مصطفى الفريسي. هدى ال، برافو السي احمد، برافو. عبد المغيث ابو لحيه، ابو لحيه. تحية خالصة لك أستاذي مزيدا من التألق. سي هشام الشموري القاطن بالديار الخليجية، تحياتي لجميل الجميع وتحياتي للبطل السي أحمد رجل رياضي، وأتمنى من الشباب وناس ميسور أخذ السي أحمد قدوة، وإن العمر مجرد رقم أخوك هشام. شكرا لك. السي اسماعيل الازهر كيقول لك سيدي فيليسيتاسيون، مبروك عليك الفوز. السي اسماعيل الازهر اللي كنوجه له التحيه من هذا المنبر. الله يبارك. السي حميد، قبل ما ننهيو الحلقه ديالنا، بغينا شي كلمه مفتوحه لك السي حميد، كلمه مفتوحه توجهها لساكنه ميسور الرياضيين بصفه عامه. أنا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر السي محمد بعد أن الفرصة في هذا اليوم المبارك، يعني بكل صراحة بالنسبة للإخوان ولا اللي كان في المدة اللي تعطلت أيام ديال النتائج، وكان كثروا عليه تساؤلات ورسائل واتصالات بأن على النتائج وكذا ولا هذا، وحنا كنا حتى نشوفوا النتيجة الرسمية عندنا عندنا. اذا تنشكر من هالمنبر جميع الاخوان اللي كاينين. سي عبد القادر بوعلام راه نائب رئيس ديال الجمعيه، وتا هو يرجع للفضل ديالو بالنسبه للجمعيه، يعني بالنسبه للجمعيه راه ما مشاش شعب وحده كما قلنا قبيله، رانا عندنا جنود خفاء
يعني كاين اعضاء ديال الجمعيه اللي واقفين ومضحيين حتى هما الحمد لله، لان كما يقال اليد الواحده لا تصفق. لولا الدعم ديال الاخوان اللي في الكتاب واللي معنا في الاداره الفنيه ولا شي حاجه، ما نوصلوا حتى النتيجه. وعمر الواحد وحده عاد يوصل لشي حاجه، والدليل هو ديال دابا. كنت انا واحد ولا شي حاجه ما نحصل على 10 ديال الاصوات، ولا يعني كما كانوا الاخوان والاحباء والاصدقاء والناس ضحات وجرات، وهذا راه ما كناش قاعدين نوصلوا. فالشكر الجزيل لجميع الاخوان المتدخلين، واللي هذا شكر وتحيات حب وتقدير واحترام واجلال لهم جميعا، وجميع الاخوان اللي دعموا معنا الالاف، يعني الالاف اللي دخلوا، كاين اللي صوتوا، كاين اللي ما عرفش، كاين اللي ما بغاش يدخل لان الايميل ما كاينش ولا شي حاجه. اذا تشكروا بدارنا جميع الاخوان وجميع الاحبه اللي على الصعيد المدينه الكريمه واهلها الكرام، يعني اللي بكل صراحه اللي وقفوا معنا وجراوا وفرحوا وداروا كل شيء. وعلى جميع الاخوان في المملكه الحبيبه وعلى الصعيد العالمي كما قلنا، يعني الناس كانت انتصار وتصويت وتجندم والتفاعل ديالهم على الصعيد العالمي، من اسبانيا، من فرنسا، المانيا، كندا، امريكا، من بعض الدول العربيه. يعني كان تجاوب كثير الحمد لله، وهذا من فضل ربي. وما واللي عليه نقول هو الدعاء اللي قال سيدنا سليمان: ربي اجزني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. يعني بصراحه هذا اللي يجعلنا، وبهذه المحبه وهذا التتويج اللي ديالكم يعني فيكم وديالكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، ما زادنا الا تكليف اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي يكون عندنا مزيد من الاعمال ومزيد من التضحيه، احنا والاطر اللي معانا كما قلنا، يعني هما تيسمعوا معنا يا مصطفى خربوش، عثمان بوعجاج، اللي غادي يكون الجد والاجتهاد ان شاء الله الرحمن الرحيم، واللي غادي تبقى الجمعيه هزه الرايه الفوق على الصعيد الوطني ان شاء الله، ونتمنى والله الصعيد الدولي. باقي تتكلم السي احمد ولا ساليتي؟ كاين ما تضيف؟ مرحبا. لا ساليت، كاين شي سؤال اسمع. باقي كاين واحد الجوج اللي كيقول تحيه السي محمد اليونسي، تحيه محبه واخاء الاستاذ الفاضل سيدي احمد الساهل الرياضي وسفير للنوايا الحسنه، شكرا لمثلتنا ومثلت منطقتك اهل الاسريف، فهذه مفخره لنا جميعا، اتمنى لك مزيدا من التالق والنجاح. احمد الشرقاوي، تحيه للاحبه حيثما حلوا وارتحلوا، وعلى رأسهم السي أحمد الساهل. من خل كاين واحد السؤال، اسمح لي يا أستاذ قبل ما نسأله، السي إدريس أقنوش: من خلال لقائكم هذا أريد أن أطرح سؤال للأستاذ فاضل، هل لا زالت على اتصال بالبطل رشيد أفخسي الذي كان سيكون له مستقبل واعد لولا الإصابة التي أصيب بها؟ قبل ما نسأله الحلقة أستاذ. يبارك فيك. كان بالنسبه للتخصي، يعني بكل صراحه، يعني تقول الوليدات كان تيكون الهم، كان وقع له عطف بالنسبه للركبه ديالو، كانت حبست المسيره الرياضيه ديالو، لانه كان خلاص هو من الابطال اللي كان تحسب لهم حساب على الصعيد الوطني، ولكن وقع له عطف ركبة وكان بس. بالنسبة للقاءات تنتلقى، ولكن بالنسبة للرياضة ما رجعش يدير الرياضة. بالنسبة للإخوان يعني سحمد بعد ضعف الإنترنت،
سي احمد اخوان، قبل ما ننهيو المقابله، قبل ما ننهيو يعني كده سي احمد، نتمنى ان شاء الله ترجع لنا في القريب العاجل قبل ما ننهيو الحلقه ديالنا. سي احمد يحمل عاوتاني عنده ضعف وصل الانترنت. شكرا للاخوان كامل المتدخلين، وكنتمنى نكونوا حاسين بكم ديالكم وما نكونوش ثقال عليكم. نتمنى السي يحمل يرجع لنا بشي يسالنا قبل ما نسالوا الحلقه، كما كيف مؤخرا كل مؤخرا عملنا، ونتمنى السي يحمل يرجع لنا السي يسعى نشوفوا منا. قبل ما نسالوا الحلقه ديالنا سي احمد رجع لنا بهجر، الله يجزيك بخير كل سالم الحلقه ديالنا. سي احمد اسمع، سي احمد اسمع لنا تقطع الاتصال. اذا سي احمد كملنا نجاوب السؤال اللي عطيناك ديال رشيد عن سؤال سؤال رشيد الفخسي، قلنا كان وقع له عطف صعد الركبه وما كملش المسيره ديالو، كان بطل تبارك الله مستوى ذكرنا قبيلتي، ونسينا ما ذكرناش البطل التجاري هو من الابطال ديال الجمعيه الالتهاب، وكما قلنا كان اجباري من الابطال ديال الجمعيه، هو مجموعه ديال مصطفى خربوش، يعني من الابطال الاوائل. قلنا احنا خاصنا وثيقه قبل كنا ورقه نأيدوا فيها، لان نسيت بزاف ماشي محمد حداد، مجموعه ديال الفار اللي كبار بزاف ومشكور بزاف غادي يصير على الزيت. الصفة العامة للوليد. نعم اسيدي. قلت كاع الابطال ديال الاقليم كانوا وجههم التحيه، لا نسينا شي واحد كالسي احمد راه كيقول لك وجههم التحيه كامل، وكيسمح لاي واحد ينساه. الاخوان السلام عليكم، وصلنا لنهايه الحلقه، كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه ان شاء الله. الحلقه غتكون كامله ان شاء الله على قناتي ميسر تي في، اللي بغى يشوف الحلقه كامله. سي احمد شكرا لقبول الدعوه ديالك، ونتلاقاو ان شاء الله في فرصه قادمه، ومرحبا بالجميع. شكرا محمد، بارك الله عليك وتشكرك.